مرحبا البنات، بخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. هاد لا فيديو هادي تتمه ديال لا كوليكسيون اللي درنا في ذاك النهار، ديك لا بروموسيون ديال 500 درهم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الكشطه. هما هادو، هاد الكشطه هادي في المسكي او لا في البيج، اللون البيج بالطرز، فيها الطرز الرباطي ومرصعه بالعقيق كما قلت لكم. فيها الطرزه في الصدر جايه دايره، وبالحزام ديالها ب 500 درهم. هي التقشيطه هذه حتى هي في الشويبي. هذه باش نذكركم التقشيطه اللي فات، ديك البلونكاسي، وهذه لا طاي ديالهم صغيره، بتي طاي، حتى هي بالطرز الرباطي ونمته بالعقيق كما كتلاحظوا، خدمه نقيه بالصم، شي حاجه راقيه، وبثمن اللي قلت لكم 500 درهم. هاد لا بروموسيون هادي دايرينها فهاد، يعني الا فوتوها راه ما يمكنش غادي ترجع هاد لا بروموسيون. اللي عجبتها شي حاجه تجي عندنا المحل، كما قلت لكم المحل كاين في حدا فارماسي سونترال، الصيدليه المركزيه ديال تيرا حدا الساحه. المحل سميتو رحمه موض، راه معروف كنديرو الكرا، وكاينين موديلات اللي تكاشت الجديد، كاين حويجات زوينين. اللي بغات شي حاجه مرحبا. هي تقشيطه اخرى البنات، هذه في لون نوار، تقشيطه الثالثه في لون نوار، ومخدومه بالصم وكما كتلاحظوا بالعقيق، شي حاجه راقيه. لون نوار كيجي انيق في المناسبات، ملك الالوان. حتى هي ب 500 درهم، ثمن جد جد محفز. نتمنى يعجبكم، وكما قلت لكم البنات اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها لنا في الخاص، باش يعني نخليو ليها التقشيطه ديالها. بالنسبه للعنوان كما قلت لكم، حدا فارماسي سونترال رحمه موض، محل راه معروف كنديرو لوكاسيون. نتمنى ان شاء الله اللي عجبتها شي حاجه ولا اللي بغات شي حاجه تواصل معنا في الخاص. غنخلي لكم في صندوق الوصف النمره التليفون، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. هيا التقشيطه في البيج، التقشيطه الرابعه في البيج، بالنسبه للعريسات اللي عندها الخطبه، اللي عندها ضريب صدق، لون راقي وزوين، نبته وفيها الطرز الرباطي، مخدومه بالصم لا القفطان ولا التفينه، شي حاجه زوينه، والثوب ديالها راقي وزوين. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا اللون بلا خاصي، وحتى بالنسبه للعريسات اولا اللي عندها الخطبه، اللي عندها ضريب صدر، شي راقيه وزوينه. نتمنى اللي عجبتها شي حاجه، نتمنى انها تسكرينيها وتصيفطها لينا في الخاص، باش ان شاء الله اللي بغات شي حاجه تجي عندنا المحل. كما قلت لكم نعاود نكرر، حدا فارماسي سونترال، الصيدليه المركزيه، حدا الساحه ديال السويقه، راه معروفه في الشراء. المحل سميتو رحمه مود. هيا البنات، قشيطه الخمسه في اللون ديال الزيتي، حتى هي بالطرز الرباطي وفي الحجر وبالعقيق، شي حاجه راقيه. بالنسبه للبنات كما قلت لكم، اللي عندها العرس، اللي بغات دير الحنه، راه مزيانه زوينه ومنبته، يعني عامره عاطيه للعين. والثمن كما قلت لكم 500 درهم، يعني ثمن جد جد مناسب، ولا الطاي ديالها كبيره، يعني كتجي مع اي واحد طاي ستوندار. بالحزام ديالها حتى هو منبت بالعقيق. اللي عجبتها شي حاجه البنات تسكرينيها وتصيفط علينا في الخاص، ومرحبا بكم.
مرحبا بكم عندنا في المحل رحمة مود. اي واحد شي اخرى في الصومو مفتوح تاهي بالصوم كما قلت لكم، ونبدا بالعقيق في الكرونة، شي حاجه زوينه بزاف راقيه وحلوه، نتمنى تعجبكم. كما قلت لكم اللي عجبتها شي حاجه سكرينيها وتصيفط علينا في الخاص، غنلف لكم في صندوق الوصف النيميرو بريفي ديالي، تواصلوا معايا اللي بغات شي حاجه مرحبا، اللي بغات نصاوب ليها شي حاجه مرحبا. نتمنى لا كوليكسيون ديالي تعجبكم، حتى هذه ب 500 درهم يعني بحال كلشي تكشطات لي دوزنا. واللي عجب اللي عجبتها لا كوليكسيون ديالي وعجبوها هاد لي موديل، نتمنى تابوناو عندي في لاشين وتشجعوني وتبارطاجيو لا فيديو اوسع نطاق ان شاء الله مع احبابكم وصحابهم وصحابكم. واللي عجبتها شي حاجه بطبيعه الحال مرحبا بها، دعمونا بلي لايك بلي كومونتير ديالكم، مرحبا بكم. هذه هي لا كوليكسيون ديال رحمه مود، وشكرا لكم.